الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنك سوتنا كتاب 40 حديثا في أحكام البالغات الحديث 15 هذا محله وروى مسلم عن عائشة إمام مسلم كور عائشة رضي الله عنها قالت إن اتري قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم افعل سمي ما يفعل الحاج وفك حاجك وحو سمي غير الله تطوف فيها طواف بالبيت بيتك وكعبتك حتى تطهر إلى أدك الطاهر نغطه رواه مسلم يا حديثك ورييكم لبب قلت من يكون رقم كاهيك وريي نبي صلى الله عليه وسلم وكير عائشه وحالله وحاجه سمعيه سمعيه وأعمال حاجه وحيرانا مركهورا وحرمنا حاجه وتلبيه سنة حاجه عرفا يستيقى وقوف العرف سمعينا مستلفة أي حاجه وهبين كالطبنات وهينا ما أنت طبنات مكي صلاة الصباح التي كذو حاجه جمرة العقبو طورنا أعمال شاس وحاجه سمعي ضمان سمعي لكن كعبدها يسكو الضواف الضواف كذي اللي هدي دي سعي بينا وكحرين حايلة سعي وحا شر دي عائل ضواف كهري سعي لما سمعي كران ضواف كهري شر دي وحا إنو ضعوه بعد الضواف مركا حديث كان روحو نوع الضينا قبضا مركا يحاجي ليسو هذي بيجي عادم ويمادو damaan aamaasha haajigu sameeyo wa sameeyne laakiin waxa ka xaraam haysan sameeyin karin inay kaacbada tawaafto hadii tawaafki ka xaraan yahay sa'yigina ka xara hal mar ay dhici karto bay markii hore to sameey lahayd tawaafka kadi inay sameeyo sa'yi laakiin ayadoo tawaafki ma sameeyin hadii dhigi yimid wa ka xaraam waka haram inay samaydo dawaf bayka magali karto marka hadithka sidaas u faydeenay if ari samay ma yifal haaju qofka haajiga aamaasha uu sameeyo oo aamaasha haajka kamida gaira allah tadufi laakin dawaf bil bayt kaabala hatta tatwirat ka daahir noqoto rawahu muslim wariyakum la rabbul tawani yakoo fi hadithka waxa ku sugan anal haita غابت دقائق طلعي بعاده قبطه لا يصح منها كان صح ما الطواف ولا طوافت بالبيت كعبره حتى تطهر الى الطاهر مغطى اي حتى ينقطع الى وكغو انها حق الدم ديجا وتقتصر عينك قبيصه وان مركورته ديجي كغو كدمه كقبيصته مركز كدبي غيري كرتا مسجدك او اي طواف كرتا كعبري ka salaati salaad bi xaal dawaaf kullu midi dawaaf kullu midi salaad dawaafay laana dawaaf illa dawaaf bil bayti kaabada salaat wa ba salaat ba kama fi al hadith sida ku sugan hadith ka al ma'thur laga soo guri yani nabi sallallahu alayhi wasallam ma bi galay gori hadith sahih tan oo saqir ka ku sugan sheikh nasir ku sahih yelay as salaat bil bayti salaah aa bayt ka oo la dawaafa wa salaat لكن إلهي وين وقت حلالي الضواف بالبيت صلاة إلا الضواف بيتك وكعبرها وصلاة وكلا لكن إلهي وقت حلالي قفك الضواف إنه حد لك لكن قفك تكون أم حد لك تاسم كل دوي قفك الصلاة كتلة وما بنا إنه حد لكن قفك الضواف وكعبرك وريقة وحد لك وحن وناقة ينقى من نبي المرض صلى الله عليه وسلم الحديث 16 حديث كطرني اللي هذا المحل روى مالك في الموضع عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم
وروى مالك الإمام مالك الكبري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب كتابك وحاك سغنا الذي كتابك كتبه رسول الله أقري صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ما بقى أقري دينه رواء أمره وأمرك سالو مقر أمره وقعنت أحكم أقوليك نبيك أقرأي معناها نبيك أمرك يسأل أقرأي أما في الكتاب كتابك وحاكسك الذي كتابك كتبه أقرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حسن أقرأي عمر بن حسن كتابك أقرأي إلى أهل اليمن غير اليمن يقول كتابك نبي أحكامك أي كبرتان كتابك وحاكسك والله يمس القرآن قرآنك وإنه سنتابا إلا ظاهر القف ظاهر ما هن قف ظاهر ما هن قف كلو إنسان كتاب 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 القرآن كأ قف ظاهر قف ما هن إنسان كتاب ساسا كسمن رواه مالك كوري في الموضأ رغم كأفر بغل تضباطني كو والصحاب من حبانا كس أصحيح يري لكم شم بغل كنتر يستقال حديث كسم المقدين قف عن ظاهر ما تابك كتاب القرآن قف كهدي جنابة قبض ظاهر ما هن الليل إلهي كاقو بيس قبض هدي عادة قبض ظاهر ما هن الليل إلهي كاقو بيس قف كهدي ويسان وكترت ظاهر ما هن الليل إلهي ويسقاط قف عن ظاهر هين وقف حدث قبض حدث كنوه أقيم سمع حدث الأكبر وحدث الأصغر حدث أكبر وعلى ما يوجب الغسل وحي قبيس واجبين قف كان دي قويس واجب بيه دائما 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 هم على ديكا دي قف كان قويس واجب بيه قبا دي عادي قبطة اما قف كي جناب قبر هل يدوان متكو ربا هذا قويس انا واجب كوا حدث اكبرها سارا قف كان دائما هم على ديكا طاب قرآن مطابقا قف كان ويسابو كتشبتين حدث اسقرها ليلة ويسا واجب كوا صوماها حدث أسقر وكسي في سيئك تام طابقه تام طابقه وانا أكد دونا يدو حديث أي نوع ما دون تا قفك ويسيبو كتشبته إلا بيهك رضاهر نبي قولي أنون ظاهر هين ألقين نبي قولي أنون ظاهر هين إليك إذا ويسيبو كتشبته وليه ظاهر إذا قفك ويسيبو كتشبته ظاهر يتبو على بيهك وعن نصص على النبي قولي ويسيبو تكتشب انتاي ويسيق عدنا أولا أنهم ظاهر أخيني مركا قفك ويسيبو كتشبتك كتابك القرآن كما تابك قبل لعالة قرطة كتابك القرآن كما تابك قفك كتشنوه قبل ما تابك معايلة سبتح لبات ظاهر ما هم قال الإمام الحافظ الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله يقول في التمهيد كتابك تمهيدك أو موضع كشحه وقد ذكرنا وحن صور شيخ نيؤمن أن كتاب النبي نبي كتاب كيسي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم وقري إلى أهل اليمن وقري في السنن سنوين تقريكو وقري في السنن في أحكام السنن وقري إيوان فرائد فرضيالك هي له لقدري لشرع وقدري إيوان ديات الديوين كتاب وكتاب كتاب كل مشهور لعام بحيه كتاب آنه عند أهل العلم العلم يكتب هذا لعام بحيه العلم يكتب آنه كي كتاب معروف وكتاب ليكان يستقنى وحا لغد يقتونانا بشورتي بسبب شورتي عام بحيه كتاب كاسو عام بحيه سببتي عن الإسناد سنة اللورة دي وابا لغد يقتونيها شهرتي ساقفلا شروح الموضع شسك تضباط صفحة اللحاد ثم ذكره الشيء أسانيد للحديث أسانيد حديث كوكد بن الشيء فيه حديث كاسوحا كسبا أن الحائطة قبضة عادة قبضة وكذل الجنوب قفك الشنابات الكواتي بترهق يطمر منك ربها إيا والمحدث قفك ويسابه كتشبطي صدح بعض لا يجوز الله ممضن أنا مص المصحف مصحف 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 مين تو مثله صدح ضق شغل بوا لصارك مصحف كأني طاقتن صدح ضق ما بنا ولا حمله إني قادم ما بنا
وقد قال وحر الحافظ بن عبد البر رحمه الله ولم يختلف اسكما خلاف فقهاء الامصار علم مجالوين كمسلمين تقول المدود فقهاء الامصار مجالوين كفقهاء دوده بالمدينة عليك سويه فقهاء داس والعراق عليك سويه والشام عليك سويه أن المصحف مصحف الله يمسه يوسن تذكر إلا الظاهر الظاهر معه اسكما خلاف فقهاء داس على وضوء ظاهر كاسو على وضوء وسقاط كسو آه ظاهر كي الغوفة صيرا إلا دادا كيدا يبحيريه إيه مسلم كاسو اسكاط ظاهر ها مسلم ماذا نجاي سوبا ظاهر كإليه قرمضو كتاب مطارك روابك ويسر الدورة ظاهر كي وي بقي حين فوق هذه المسلمين واقي حين وهو قول كاس إنو سنتارك المصحف كقفا ويسقبين قول مالك والمالك قول كيسي والشافعي والشافعي قول كيسي وابي حنيفة وابو حنيفة قول كيسي والثوري سفيان الثوري قول كيسي والأوزاعي وأوزاعي قول كيسي وأحمد بن حنبل أحمد بن حنبل وقول كيسي وإسحاق بن راهوي وقول كيسي وأبي الثور وقول كيسي وأبي عبيد وقول كيسي وهؤلاء كوان أنتري أفرتي مذهب يقين كدو ما أفرتي كليه وهؤلاء كوانون أئمة الفقه وإمام يالك الفقه والحديث وإمام يالك حديثك في أعصار الوقت يالك وقت يوم تشوغين أو أي مولايين أيها أئمة أها أئمة الدين كالويدية أيها أها صحابة ونصاصي وفهمين صحابة النبي وحي فهمين ويدين كفهمين قفا ويسقى بالنوسى كتاب قرآن التابك صاصي الصحابة ويجي فهم كود نصيدة صحابة ما يسكون خلاف يشير الصحابة دين تنسيد الصحابة يفهمين الله رعا صاص الله رعا دين عقل يفهم ضمان متأخر المرة. وقال الحافظ بن الرجب رحمه الله في كتاب فتح الباري ما هنمتك أو إمام حافظ بن حجر ما فتح الباري قوحة ورميتك ابن الرجب ابن الرجب ما فرمع عن بحشي شرح صحيح البخاري جزك لبعض لبعضان يكون ضبعة غرباء الغرباء في هذه المسألة مركو كان لأي وقول هذا كان أو أه كتاب القرآن كان مطا بكر قفا ويسقبي قول كاف هذا كان قول جماهير العلماء وعلماء معدم كود قول كود وروي ذلك حكم كاسوا على قول عن علي علي بن أبي طالب وسعد سعد بن أبي وقاص وابن عمر عبد الله بن عمر وسلمان الفارسي ولا يعرف الله كرم الله صحابة مخالف مدك خلافين من الصحابة حالي كمد هل قفوا خلافين لما هي وصحابة كمد أي مثل المساس أسوى النقليين إن الصحابة اسكوا خلافين إن إيسان صحابة اسكوا خلافين مثل هذا أو يتمان بيجرين قفا ويسق بين مطا بكر هذا بيجرين هذا بيجرين الحديث السابع عشر حديث كالطرانية الطبيعية وروى أحمد إمام أحمد الكوري عن المهاجر بن قنفذ أنه مهاجر سلم وحو سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحال سلامه هو رسولك يتوضأ ويسقادنا رسولك ملك ويسقادنا وقيم السحابي مركز سلام فلم يرد عليه رسولك كمر الدين سلامتي كمر الدين حتى توضأ له ويسقاطي فرد عليه مركز سكردي مركز يسدي دمي ويروا عليكم السلام وعليكم السلام ذكر قصعة تعرب كي سكائل علينا سنه ويسقبي وقال من وغيره الذي يشيغ منه الذي السلام تردين تردين أقول لك نبي أشيغ وقال من وغيره إنه شأني لم يمنعني إيمة ديدين أن أود عليك إن أنكار ديو سلامته إلا أني أنك كريت وحن عين أن أذكر الله إلهي إن أنقصه إلا على ظهارة حالا قصوا أن ماهن حالت أن ظهارة قصوا أن هاي حالت أسمهن حالت كله إن الإله قصان ديدي مركب فيه نبي حالت دي وسوي سقى دم كله ظهاركم أنا صنعت مركب ويسقى تين كله ظهارا قصوا إذا قصوا ويسقى كذا مثلا على مين كنا ظهرنا إلا ما تقال ما بحالك هذا oo xaalad ma wuxuu ka dhigay inuu daahir xaalad ma wuxuu ka dhigay inuu sandahara ku sugnay labadii xaalad oo kala qaba rawahu ahmad ayaa wariyay raqamka 19304 wa sahal hakim ku sahih yahay fil musadrak lih baqal yakoo wa wafaqo dhahabi ra ku wafaqay tasxiixa fi hadith waxa ku sugan karaa qiraa'atul quraan
قرآن كأقلنتي سئن لك كهدو لغير المتظاهر قفك عن طهارة قبل كالحائد دي سيدة قبضة عالة قفتة والجنوب قفك جنابة قبا والمحدث قفك ويسادو كاتشبتي إلا أن الكراهة كراهبة في حق الحائد دي قبضة حائدة حق إيا والجنوب قفك جنابة قبا أشد كراهبة صحرك كراهبة واللب كراهة التنزيد وكراهة التحريم قفك دي ويسادو كاتشبتو إنه قرآن كأخي وأبا النام لكن وقال لك في عيه وأنا منذ النبي قولها صلى الله عليه وسلم إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الظهر وأن كحضي إن الإله يقصه حالت عن ظهر كأي حالت عن حين إن الإله يقصان كحضي أولي كرهت سوى كرهت التنزيه مهن عام قفك قرآن كواقل كرا كرك وكأخي كرا مركا ويسادو كتشبانتا مهن قبر حي الطرق ما هم قف جنابا قبا ويسدك ليا كاتشبتين كركا واتا أخر كرا واسي لغا في عين والنبي قلت له وانك مركا كراها كجر لكن مركا او قبضي عادة اي قبطو اما سيقفك جنابا او قبو كراها دو مركا تيهر واكا درانت وكراها تتحرين سيدا قلومة بضان افقال المسلمين تكمل اي كعبرين وحرامي ده. ما هنا الدلة من تنقلية مركا بضانت dilada ay culimadu ka qaateen in aan qofka janaabada qaba iyo gabadha caadada qabta ay san quraan akhri kale oo hadith ka saxiixan ka kamid min hadith Aisha oo tiri Aisha aniga oo xayb qabaan nabigu korkayga quraanka ku akhriyo xayraada fuqahaadu ayadu hatay akhri karto wax macna ma yeeshay inay tira korkayga lagu akhriyo qof asagu akhri kara inuu yiraahdo korkayga lagu akhriyo macna ma laakin korkayga lagu akhriyo waxay tusay ayadu isna akhri kale سيدا سيدا الحديث الثامن عشر حديث كالطران إيا السديدية وروى البخاري البخاري كوري عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حميش كانت وحيها تستحاد مبرفورا مد أكرعه ومد وديق ويسكى الشمية وديق عادة أخين حين تأقعي marka dig caadamaan waa dig iska socda binu socon kara toddoba sano socon kara intii uu Ilaahay u talagalo socona waa digan muddo lahayn asag oo jirri ee qabar furana leeyo waa jirro xidid go'ay leeyo anna fadima binti abi quraish kaana waxa ay tustahaadu dabar furan midu ku dhaco fa saalati nabiga nabiga way diiday sallallahu alayhi wasallam illa dig caadada waa la yiqin maru imana waa go'a inta digaas socdo gabadha wixii ka xaraamay iska ilaalin salaadi soonki ninkeedi xajkeeday kaacbadii tawaafto in la furo oo kale waa ka xaraam quraanka inay akhriyo mushafkeeday taabato wixii ka xaraamay iska ilaalin markuu ka go'anay taqbaysatay samayna wixii Alle u bandhigay laakiin diigar waa diig jiray marka istixaada leeyda ma aha diig xayr istixaada leeyda waa diig iska socda كي حيت كنا وسوي إحجله، كبار دمار كفير بيشون ديجا كسر مثلا، أما الله تنعف، ديجا سمركا، كي عدل واحد إحجله، أو واحد إحكرت مال ما قبل ديجا سعده وكي عدل، مال ما كلام ديجا عدل واحد ما ده كي شيء راسه، سيرة كبار ده، ديجا يسكس، كبار ده شو سيرة، تاسو هكذا كسر عين، قلاص عن هاتان صار قلاصين واحدة. gabadha laba u kala saar markii hore gabar markii hore to dhig caada la haajirtay midabkiisa taqaan waqtiga taqaan bisha maalintu u yimaado waa iska taqaan maalinta dhig u yimaado waa taqaan maantu ka go'ana waa taqaan midna bisha awalkeedu ku dhaca todoba maalmo hayo ama lix maalmo hayo ama shan maalmo hayo ama afar hayo waa ay taqaan marka maalintu ku dhacana waa taqaan maantu ka go'ana waa taqaan midabkiisana waa taqaan waa dhig madaw gariidna ku jiro gabarna markii hore ma ayadoo kala baran yarba ayaa dhigan iska shubmayba oo ki jirada iyo ki caadada ma soo kala horreyn ama ka jirada la horreeyay marka caada hore ayadoo ma taqaan saasa loo kala qaado gabadha oo ayada aan dhig caado hore la haajirin ee ayadoo yarba xanuunkan ku dhacay ee dhig iska socdo waxa la leeyahay dhiga fiiri madow markuu yahay iyo gaduud isku jira waa dhiig xayid ee iska baa wixii xayid ka sababtiis xaraam u ahaa mar alla marka midabkaas la waayo
ومدوغة إيا قدودك اسكو جيريه ودي قدوده خالصة أول نقضو حايد واقع ماذا مركز قويسو صلاة دي بالله مردو قدود خالصة نقضو صلاة دي بالله ألدي فاسألين هاداي ميدب كايس كلا ساري ويدو ويترى ميدب كيسا مكا أقام وحالي لأي بيشيبا تضوى مالي نسكدة صلاة إيا صنك انتا كلنا انتا قويسطو صلاة والقويسيس قبرنا بالله قوي قبرنا هو قبر عادة لها جرتي قبرنا عادة لها جرتي عادة دي كسعه هذا يتقام مالي كي دي قوي ما جري دي قيها دي مدب كيس وليبا وملو النقضو مالي كي رايته مركزي كتشوه مركز لقارة مالي كو كدوي جري صلاة دي بالله ألدي مركز فيري قبرنا ما دي قوي دي دي فقارنا بحكوري ذلك دي قاس عرق واحدة بعين ما هنديك عادة واحدة بعين اديك عادة ما وليس بالحيضة حيث ما هنديك شو فإذا أقبلت الحيضة ديك حيث مكو سو قابلو فدعي صلاة صلاة كتر وإذا أدبرت مركي تكتف ديك حيث فاقتصلي قميصو مركفيري قبضا وقتك صلاة وقتك حيث قبت صلاة وكحرم فإذا أقبلت مكو سو قابلو الحيضة حيث ما كان صوتا بشو فدعي صلاة صلاة قطر وإذا أكبرت مركي أماته حيث كينا فاقتصلوا قبيصة وصليتوا مركي بيكو سعود صلاة وكحارة مركي بيكو دمادانا إني قبيصة تواجه كؤم وأما فاقتصلي إني تكتنى وكواجه رواح مدولي صدح بقول الله بعض وفي رواية للمخيوة حكوسكم أيضا نقاشة ثم تواب بأي ويساق هذا لكل صلاة صلاة قصتر حتى يجي إلى أويمادو ذلك الوقت وقت جديد حيث إمانة إلى ذلك حيث وقت يسير لك جاره صلاة والبؤوي سقاده صلاة والبؤوي سقاده تاسن واحد قطوسه قرد ذلك حيث قرطة هذي ذلك استحادات أبضل قرد واحد رب ذلك استحادات قرطة قرد ذلك استحادات قرطة صلاة صلاة كمات دورة كرت وما بنان إني صلاة صلاة كمات دورة وما بنان marka diiga hayfku ka go wa qubaysan ki kara socda Soomaa salaad walba uu is qaadana marka allah ka salaad la gaarinta diiga iska maayto oo waxa weeyaan suuf iyo waxiraato ayay weeso qaadana hore ka tukin salaad salaad kuma dhawra karto laakin salaad walba inuu qubaysato waajib kuma salaad walba inuu qubaysato waajib kuma waxa waajib ku ah salaad walba inuu weesaysato fi hadith ka waxa ku sugan وجوب الغسل قبيس كونه واجب من الحيض لقى قبيس بعد انقطاع مركو قؤه وفي حديث وحا كسر أن الحيض قبض حيض لا تصلي ريس التوكي وفي حديث وحا كسر أن المرة وين إذا قد ترى إلي أركتال دم الديد في غير أيام حيضها معلمه حيضها معلمة أنا هين دي كلي أركي وأن ديك حيضها هين على سبيل المرض جره ودريك أركي واجره ليك استحادة واجره وهذا الدم ديجس كيفا يسمى وحال أمك على الدم استحادة ديج أو طبر فرن على هذا دم الاستحادة لها فالمرأة وين إذا في أوانه وقت جيسة وقت ديجس الصعودة أو عن حيث كسعون ظاهرة وقبر ظاهرة حكما حق حكم حق حكم كقبر ظاهرة تصلي فيه وتكي وقت بعض ويخشاها زوجة نكد وقال مونا وتصوم فيه وسومي وتعمل وصنين صائرا ما شيء دمانتيس كانت الضهارة الضهارة فيه شيء شرطا ايوه واحتستو الضهارة لو شديك رؤو بنام حجكي وحجيني ودوافك عمده هاي لسو حيث ما هو يديك شريه وفي حديث وحاكسو قام أن المرأة تهوين إذا ميزت حتى يكلا صعوده بين الدم الاستحادة ديك استحادة إيو الدم الحيث ديك حيثك تعمل وحي كو عمل فلاد بالتمييزيه كلا سويديده وتعتبر به كلا سويديده سي تخبرين هداي ديغ مدبكيسا كلا تقان اسغا سو كو عمل فلاد غبدان ديغي جيرد و اسكا سودا وقت مال كي حيت كنا مرنا و امانا مرنا و دو هداي غبدا سو ديغ كلا تقان او اي دي كارت الله الا كان حيت على مديسيا هيا على مديسو حكمه مدو انيا غدوت با كو جيرد على ميدي ساعة كاملة إنو أدق يهي على ميدي ساعة كاملة إنو قريب صدح ذان على ماي فير صدح وديك أدق وديك قريب وديك مدو
ديقه كان waxaa lagu yaqaan dhig gaduudo oo jilicsan waxidid go'ay haday marka saas ku kala garato calaamadaas ku soo eh mar alla markay aragto calaamadii xaybta waxay leedahay xaybtiyay dhig yuu isocda ay calaamadii weeyne waxay leedahay xaybtu waa damaanad qubaysan ma waa qubaysan kaasay bilaabe wax alla wixii dhaara loo shardi jir marka haday calaamadaas kara karto calaamadaas ay ku kala saar ayay tixgelinay وذلك تمييز كاس بالايام معلمو اهانا او بصفه دم ديك صفه سو اهانا كما سياتي سيده ما ضر ان شاء الله قبض عاده عليه معلمي دي كوكلا ساره قبض كلينا وهي كوكلا ساره بصفه دم ديك صفه مدوغا اضايقا اودو او اوركا وفي حديث واحد كسر ان المستحاضه تقرب مستحاضه تتوضا وهو سقادن لكل صلاه صلاه كستا فلا تصلي كما صلاتين لبا صلاهود بوضوء واحد هل وهي سقاد الحديث التاسع عشر حديث كسغال يتمنى هذا المحل وروى ابو داود عن فاطمه بنت ابي قبيش فاطمه بنت ابي قبيش انها فاطمه كانت وحيها تستحاض مد دبر فرن او كدحو ديغلره استحاضه اياك دحي جري فقال الله النبي مروع كير صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضه اذا كان مكو سغناده دم الحيضه ديق حيضك فانه دم وديق ديق سو اسود مدو ديق سو يعرف لا يقانو قبه يقانين خاصه النبي كير صلى الله عليه وسلم ديق حيضك وديق او مدو او قبه اي غرانيا ساسو كير خاصه مره هي بتوسه gabadha haday kala soo ciqto midan ku kala soo ciqto taasay ku socon taasay ku socon fayda kana daliki fayda kana dalika digas markuu sugnado fayda kana dalika digas markuu sugnado oo ah digmado oo la garanayo inuu sahayn ki jirada istixaadada ma aha waa ki hayf kaasu markuu sugnado faamsiki ka joog aanay salaati salaato marka gabadhi aan markii hore caadada ku dhici jirin oo aan caadada ha jirin kooga dhigi jirada bilaabay ki haytuna waa yimid ayada calaamadaas ay ka bilaabay dhig madow atalag uraya haday arasho waxay leedahay gaduud jilicsan marka aragtana waa jirada yeelay calaamadaas ku socday marka calaamada xayta aragtay ka joogsi daacadka loo shardiyo dhaharada marka calaamadii weydana waa qubaysan dhigina was ka socday ugu markaas ay bilaabay ahkaamta fayda kana dalika bi gas madawga markuu sugnado faamsiki ka joog xani salaad fayda kana al-aqal dhiga kale markuu sugnadana fatawada ay weesa qaado wa sallitu ko inma wa kale man huwa dhiga suirqu wahid ku ay e ma han xayta saw فانما وكل من هو ديق سحر واحد ك علامه داس كو سكن رواه داوود يا وريي رقم 280 يله وصحه الحاكم صحيح له وابن حبان وصحيح له والنووي في الخلاصه يكون صحيح يا قول يعرف يعرف لبد دي له يعرف وديق اوري يا يعرف وديق لا يكن لبداس مغعو لبداس معنى قولي او وها لو طب يا مرنا مجهول مرنا مصمم يعرف ويعرف قول ويريع يعرف فيه احتمالان لبا احتمالا كسوان الأول كان مهر غير أنه يعرف على صيغة المجهول وإن صيغة المجهول كو كسوان من المعرفة يلكي المكاس يعرف ولا يقان قال ابن الرسلان وغيري تعرفه وحا كراني أن النساء الدمر قالت ديبي وغيري أي تعرف النساء الدمر كراني باعتبار اللون المدر كيسي كو قرانا يام إيا وفخانة الضيقيس إنو يهديك أدك كما تعرفو سيدا يقو قرانا يدا باعتبار عادتي عادتي سي تحدلين تيدا معلمي هو إماجرين وفيرين مكا مدر كي أدك واصفو معلمي هنا وفيرين كلاما دا سألو قرانا والثاني ضبدك كالي أو يعرف لفتك عاصر لفت ضبدك لولي إن مسمى الله وثاني احتمال ككلام
أنه لفظه على صيغة المعروف كسوي من الأعراف يا لقكن أي له عرف كرئي له عرف كرئي ورائحة أرئي له عرف كرئي وسكر وبيك سكر ورائحة كرئي وسؤرة أفاده معناها صلوات وحافة إليه العظيم العظيم أبادي في عون المعبود وشارحة عون المعبود شرحي شوور قلت وعليه وفي الاحتمال الثاني احتمال كان لبات وأكروا لي أن من جملة المميزات وحيالها السوء يطيق كل السوء ومدنا حيث كبيرا يمدنا كبيرا يستحاده وحاكمد عن رائحة كرك فالنطم أرك حيث وحيث وغيره مدك نورين استحادته كرك والوكرة سارة مدك والوكرة سارة شلي يا أرقنا والوكرة سارة صدح على مول ديدي مركز صدح على مولي كان حيث ومدو مدو قدود يا مدو سكتشي معنى مدو بحورة ما مدو يا قدود سكتشي لو وانا أدبقية وانا أورا كان استحادتنا صدح لك لسي مركز وقدود خالص أرنا مره وديك عادي حلف وأيوه جدود خالص أرنا مره وأنا شيء سين ما كعلامة داس ألو كلا صار ورفنات مؤرك حيث وديك وقيه استحاضة ويضاف أيضا إلى ذلك ويضاف على مضر إلى ذلك متكاس أو أركع ما في ذكر القصة شغل في الاحتمال الأول أو من الثقانة إن الذجي فهي صفة وصفة للدم الحيث وصناطي والله ما أكمل على مدى الوكلة صارة فالأسود والأحمر فالأسود الأحمر ميت كمدهو قدود كنا كتيرو من أوصاف الحيض وكمدي هدو مدهو يقدود كتيري فالأسود الأحمر ميت كمدهو قدود يمدهو معها ميت كستو مدهو يميت كستو قدود إنه حيض لديكي وابا لرغبا وابا لرغبا اي واحدة مدهو يقدود سكتيرا ميت كيا حيض ينقر لكن جدود خالص هدوية حيث ما هم مكر واستحاب الحديث العشرون حديث كاللغاطن هذا محله وروى أبو داود أبو داود كور عن عروة بن الزبير قال إنه لحدثتني فاطمة بنت أبي قريش وحيشة أنها فاطمة أمرت إلي أمرتي أسماء أو أمسي أسماء أسماء أو ما سي أسماء وأسماء حدثتني وحي شكت أنها أسماء أمرتها أسماء وحي أمرتي فاطمة بنت أبي قبيش مكة قفك وحي الأمري وأسماء لكن شكل ميشو كتير وحي تها قفك أشيغي ما فاطمة بنت أبي قبيش سوى أسماء انت أسوي شكل ما فاطمة تري أنا أمري أسماء ما سي أسماء وحي تري فاطمة اي امرتي لكن مروى البقوفك امرك هو فاطمة مدى مأمورات به الله امرينا واسماء حدثني فاطمة بنت فاطمة بنت ابي قبيش وهي شكت انها يرو امرت اني امرتي اسماء او امسي اسماء اسماء حدثني اي شكت انها اسماء امرتها اسماء وحا امرتي فاطمة بنت ابي قبيش أنت اسأل الرسول على رسولك الذي يسوي دي الرسولك سوي دي أيضا صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي وهو أمري أن تقود إلي فريصته وصلاة كف فريصته الأيام مالمه التي مالمه كانت أي إهد تقود متك فريصته ثم تغتسل كدر القبيسان حديث لكم شيئا قبط دا هدي أي عادل هاتفتي انت جيره دا نكو بخين عاده ان قلدمين له ما انت او كو دخنا وا تقين انت معلومات او هيا وا تقين كدي با جيره دا نكو تيم معلمي اول عاده كو دخي جيرتي marka la gaaray salaada ka joogay ka fariisana maalmaha kam kuwaysa jirtay marka la gaarana waa qabaysana adeeyo hore ku soo xad hadith kan sidaas u sheega fiir fa amaraha wuu amray an taquda iray ka fariisato salaada iyo soomka iyo أحكام تطهارة الله شرطية الأيام مالمه التي مالمه
كانت أيها تقرد من فريسة ثم تقتصر كذبا قويسانا رواه أبو داود وريي لباب قول سيتنكو فيه وحاكسو كان حديث كأبو جوغ إلا الله إلى العادة قابات باس شرته وإن العادة الله فقد وحاو يديق عادة شن يطوان مالنا أغبرا ديق عادة شن يطوان مالنا أغبرا شن يطوان مالنا أغبرا marka haday aragto dhig iska socdo oo 15 ku joogsay 15 kii u dhaaf 15 wixii ka horeeyay inuu jiray yahay lama xaqiiqi karo waa inay subto inta dhigu ka go'aan laakiin 15 mar haddu dhaafo jiray lagu xukumin dhig iska socdo 15 dhaaf jiray weeyay haday marka caado aan qaldamin awl laha jirtay caadadeedii ku socon caadadeedii ku socon maalmihii dhigu ku jiray ka joogsay salaad maalmihi digu ka gooy jiray markay gaartay qubaysay digi wali waa socda ugu tan ka mala waxa ila inta hor caadi ah kanu jiray waa qubaysan salaadii bilaabay salaad walba uu is qaaday fi waxa ku sugan arrujo qul loo laabtay ila caadada ila kaanat marata weenid waa bay tahay mi'tada tan gabar caada lahayd daakira tan xasuusato taqaan li caadati caadadeed wa ayamaha maalmihiidi gabar taqaan qaday baysan qor halkay aade midabki midabki calaamadihi aadin midabki abaygi urki calaamadihi fiin ma taysan qon aad maxala samayna aadad iyo hatay istiraafan iyo calaamad maalmi ay tikiro dhigu ku ciirabti midabki dhiga laga helo madawbi laga helo abaygi laga helo karki laga helo waan maalmi aad ku ciirto waa iswaafaqan calaamadi iyo maalmi kaas war male laakiin hatay istiraafan ko maalmihii dhiigu ku dhici jiray maalmo aan ahayn aragtay midab maalmo aan ahayn ay midabkii aragtay hay samayn way dadka markaas fuqaad oo isku khilaafin shaafiicid waxay leeyeen midab kala raac way dad kala faaday is khilaafaan al aadatu aadada iyo wa tamyiisu midabka wax lagu kala soo caad farru juuq shayga loo laabana ila tamyiisi kala soo cid u habo kala soo cid marka al aadada sidaas ay maray ay ma kale nawo ku khilaafayno xanaabiladu kamintu waxay leeyahay caadada la hormarin al-hadith al-hadi wal-20 hadith salaatan iyo kubeeyo waxaan aisha radiyallahu anha qaalat wa hatta aisha dakhalat asmaa waxay u soo gashay cala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalat wa hatta ya rasuulallahi rasuulki ilaahi kayfa taqtasilu sayru wa qubaysana ihtana mid magamid ah ida dhahurat markay daahir noqoto dhigu ka go'o من المحيط حيث سيغو قبيسان قبضا مركا ديغا حيث كدقو دي اسكو دادي ماهن قاب لو قبيستيش شنابا دا قاب لو قبيستيش سيغو قبيسان ساسي ويدي قبضا صحابة النوع عاسي اهيينو وحيس كبير سمين چنين ون عاديس كبير سعوني علمي قودة نبيغا كاقادة چنين صلى الله عليه وسلم علمي قودة نبيغا كاقادة چنين صلى الله عليه وسلم قال نبو خبي تأخذوا وحي قادنا سيد لها قبتين إيا وماها ديها توحي ديار سنة قبت وقيت أول وقو بيسانا سيسو سابونت إيا شامبادي يوكال وقيت إيا بيه قبيس تلوالا سيهورتا جيسي ماشي كوكو بيسين سيد لها وكاد ديها سابونت إيا شامبادي يوكال وشاي يقول وقو بيسانا تأخذوا وحي قادنا سيد لها قبتين وماها ديها فتوضعوا ويسا قادنا وفرسوا qofka marka uu rabo qubays sharci ah inuu qubaysto qubayska hayta gabadhu ka qubaysana midka janaabada rag iyo dumar ka qubaysanaya qubayska maalinta jumada sunnada la qubaysto dhamaan qubays waajib iyo mid sunna waa isku mid saas qofku meesha uu qubaysay markuu tago waxa la rabaa koo inuu qalbiga galiyo inuu gudanayo ibaadada oo qubayska la qubays waa ibaado inama al-a'malu binniyat a'maashu waxay ku ansaxdaan niyada استكيرو بمكو قلعي ميسان سببتو عهدو استجودو او كد ميسان مركل ايو استجودو واجو عائل خيبين تستوى الله ميرو قبل النية قبايس كي ولي واكو واجو كمان بيح قباي وإن مركل ايو احشي مخي سيو سن مركل ايو احرين كو مركل استجادة بالله ايو احرين ميسان قف كانو انو قبايسان ايو قبايس كي شرعيق اها داي حايد كا قبايس دي چنابا لغا قبايسا هدي چمع الله قبايسا في حتى لو قبيسنا قبيس واجب يمد سنة لبدا مركو قفكو استجودة ونا نيستيكو
كدب ويسيسنا سقو ولي قبيسان سيدي وصلاة ويسيسكري ويسيسن ويسالة مركو قميون هي انت كعنتك قاضة مرحك وشباقوك وليبا التمام قدنا دولي مركاسو تنتا سلكدو بيا قاسينا وينو فرها فرها وينو لمر مريا بيا تن إلا التمام سلكدو أي قويان وينو سلك فرها ساس بيحقر يتن قبضا تنتا وضايد دبانتا حديثاً ضبناي سلك تنتا وين بيا لقاسية أو مرحة مقار كيس أما مرحة لفتيس مرحة وينو قويان وينو قويان إلا تنتا الضبين ففر تواصلنا هذا يضربنك لكن واجب ما هذا يجازيك طول بيه واجب ما راح أقول بيه جيران سلطة ما مر كي سلطة كرت بيها ما راح لوشوا كده بقى إن عميل تلو شو بيه إن عميل تلو على شو بقى كاس على شو بقى كده بقى قيد تكل شو بقى كده أنا شامبا استعمل ما صابور استعمل ليه ما قبائس كشاعر واسع way sadaasina salaad dowlad ku tukee hadii qofkaas intuu qubaysaa uusan awradiis taaban laakiin intuu qubaysaa haddii awrada taatiin sidii waajib markuu qubayska dambe weeyo markale weeyseeyo markale weeyo weeyseeyo taakudu waxay qaadanay sidii gobkeeda iyo wamaaha biyeeda fa tawaddu way weeyso qaadanay thumma taqsilu wa daqay fa'sa madhiida wa tadluku wa marmarini gacanta la marmarinay biyaha wa ruge biyaha ayay mar gacanta marmarinay madaxa la marmarinay hatta yabluqa al-ma'u biyuhu ila ay ka gaaran usura shaqriha tinteeda salkeed tima salkooda ila biyuhu gaaran wa ay marmarinay thumma tufidu wa yakushuru ala jasadiha jirkeed thumma taqulu wa qaadana fursataha wa suuf lamariyay ata fursadu وعد يرصوفا اول ما ريي عطا ماشي ديغو كيمي ديغا كركيسا لو غوينا ماشي ديغو كيمي مارين ثم تاخذ وحي قاداني فرصه تحاسوكيدا فتطهروا بها وطهر قاداني او ماشي ديغو كيمي مارين قالت وحي كمك وحي فهم ويدي سوف كان اي كبهار قاداني حمد ولا جيدا مركاس اي تريسانو بهار قادانا ما بيغونا واكخشود انو يري ماشي ديغا كيمي مارين فكان يقول كده حرقها كان يتري سامه كده حرقها عائشة دارنت عائشة انت قد توجه تي قال انا كنت رقها ديك الله راحك مين ديك مكيم ماشي الله راح راح انا قوات دارنتي ما بيقول كده كله قال واحد يا رسول الله كيف اتظهر سامه كده حرقها بها في الصدق قالت عائشة واحد يتري فعرفت واقرتي الذي معناها يكني سربيبا عنه معنى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه رسولك سربيبا ينكرتيت او كل حني صلى الله عليه وسلم فقلت لها انا وحن كوريتي تتبعين وحد لا راء سوف كان اثار دمي ديغ رديالكيس ها ديغ مشو كلمه وي مري هسه لو رجلي رواه ابو داود اي حديث توريه صدح مقال طبعني أفر أسأل كي سنة بخاري وكسو ينصدح مقال طبعني أفر قولوا الفرصة أي قاداني الفرصة القطعة واقعي ومن القطن عطبك كمتة عطبك واحد صمالي صوف يعني صوف عربي وحل رياضها بقرطة إده متكا صمالي صوف كوتها العربي صوف لميرا قطن يا ليرا ماركا وقطن المطيب وضيق لمرية وحرفة لمرية في الحديث حديث كان واحد كسر صفة الغسل قابك الله قبيسته من الحيض تاق تصيره قبض وقبيسانه إذا انقطع مرك الكب وعنها حق إذا الدم بيقه أو وتحققت أي حقيق صدته أو أي هبصته ذلك ديقه إنه قعي ديقه إنه قعي مكي حقيق صدته تنوي وانييسانه الاتصاله شكرا أوره إنت وإنه برتنييسته إنه حيث قبيسانه هذو قفكو جنابا كقبيسا وينو نييستئنو جنابا كقبيسا وحشقاب انتان لبلاد مركو ميشو كقبيسا لهاتل تاوي ونييستئني على اتصال قبيس من الحيث يكا قبيساني عند إفاتة بيها مركا يكشو بيضو عند إفاتة تها مركا يكشو بيضو الماء بيها على جميع جسد دي جيرك دو مركا جيرك ميشو وهو رايبا نييدا لغا بلاد ديست بيها وغو رايبا تبلغ ويقارسيني الماء بيهنا
قصور شعرها تنت سلكيد فإذا لم يصل هدوسن قارين بيو إلا بالنقد إلا فرفرات تنت الضبان ما هنه نقدد وفرفره لكن هذا قارسي كرتبيها ماذا حصل أيضاهم فرفرين فرفرين لكن سكر هذا سيكون قارسي كان وين فرفرطا وين فرفرطا فإذا لم يصل هدوسن قارين بيو إلا بالنقد تنت إلا فرفرات ما هنه oo dabid dabidii tintu dabaneeyta laga furfuro naqadad waa ay furfuray laakiin haday gaarsi karto ayadoo furfurin furfuridu waajib kuma ah wa tutbi'u wa ay raasine adiba shay arfaya mawdi' adami meeshii dhigu ka yimid bi isticmaali fursati at sufa ila isticmaasho fursada su'al mumassakati oo dig la mariyay al hadith athani wal 20 hadith kala baatan ya labaya وروى البخاري وكبر عن عائشة رضي الله عنها قالت وحيث قال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم دعي كتك عمرتك عائشة ما بقول الله مركي النبي حجك حرتي حجة الوداع يومنا عمري حرت وحي ربت انت الحج لقال انه عمره ذا قم ميرو ايه مالك سيدي ذا حج حرته مركا وقت لي وحي وسوء ذي عادي مالك سيدي ذات وحي لقاري ايضو عن ظاهر حين imradi waxay u baahantay in bay kala tawaaf oo si kala kuugu dhamaan maxaan sameeyay ku tiri waqtigina waa kara waliba biibiyo socdeen nabii wuxuu ku yiri da'i ka ta umratakin umra kali geere iska dhe lama arkay ku suurta gali ma waqtiga xajka yimid mana guda kartid umradi waxay raabtaa tawaaf iyo sa'i wan qudi furfur ra'saki marhaaga tintiisa daran tinta daran iska furfur wan tashidi shan layso وأهل لي حراء بحج الحج حراء مر امرض أول ووحر حج اللي بيحجلين مر مركا حديث كمعهم فائدين قبضا مركا القبائي السيد وطين تضبان إلي فرفورت حديث كمعنا واحد توسيان إلي سن فرفورين تاس معنية ذو واحد طاي هذا يجارسي كرتو تين تسلك بيها أيضا مطبيق ككار فرفورين واجب كمع لكن فرفورين دو السفين كحديث كمعه لقد فائدين إلي فرفرطا وافي عنك لكن واجب ما ساسا لقف إليسا رواه البخاري وليه صدح بغل طمالي تضب في حديث وحا كسوا استحباب النقد الشعر تنتا إلا فرفرو إلي الله سنية للحايد قبضة عادة قبطة الله سنية عند القسر قبيس أكتس وفي حديث وحا كسوا أن الحايد قبضة عادة قبطة تغتسل وأقبى سنة للإحرام مركا يحج حرامي وأقبى سنة عمرضنا واللمبت وإن كانت هذا كسونا تقرر في أثناء حيضها حيض كذا نحبس فبدأ يرى حيض قطة مركز حج حرام هذا هو قبيسان سيدا بطن كل ضايق أبو قبيسان أما حج حيرته أما عمرها حيرته قبيس كوا لك أخر قبيس كان كنت كمي لكن وقبيس كسو نضعها هو حج كوا لك أخر والله سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا